قطعة من حديد. يقول مثلا مثال على هذا، الصحابة رضي الله عليهم في خيبر بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بفتح خيبر، لم يلتفت أحد من الصحابة إلى هذه الغنيمة، مال خيبر، أموال، مزارع، بساتين، خيرات، ثمار، ما التفتوا، ما خرجوا للدنيا. التفتوا لماذا؟ قال رجل يحب الله ورسوله، يحبه الله ورسوله، فبات الناس يدركون ليلته، كلهم يرجو أن يعطى. سبحان الله، أرادوا الآخرة، ما أرادوا الدنيا، ما التفتوا لها. فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخذوا بالأسباب، قال أين علي رضي الله عنه؟ لم يتكلم واحد من الصحابة، وقال رضي الله عليه، لم يعترض واحد من الصحابة، قال يا رسول الله عليه الصلاة والسلام علي مريض ونحن ضللنا طيلة الليل، اعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. آمنوا وحققوا الإيمان بالقضاء والقدر، مفهوم؟ أي نعم. التقدير هذا بحكمة وعلم ورحمة. يقول ابن القيم رحمه الله فيما وقع في أحد، عندما تكلم بعض الناس قال الله سبحانه وتعالى ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار، عندما قالوا وقالوا وتكلموا في أحد، الذي حدث في أحد حكمة أرادها الله سبحانه وتعالى. وذكر ابن القيم في زاد المعاد الفوائد المترتبة مما حصل في أحد، اعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. خرج النبي صلى الله عليه وسلم، قدر الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم يخطئ، وحصل ما حصل لحكمة أرادها الله سبحانه وتعالى. عندما اعترض أهل النفاق وتكلموا وكذا، قال الله سبحانه وتعالى ذلك ظن الذين كفروا. قالوا من يسلم من هذا؟ يا أخي انتبه، هذا ترى مرض خطير جدا. فإن العبد يقدم ويأخر، وقل كان المفروض أنا أكون إيش؟ مفتي المملكة العربية السعودية، والشيخ إمام الحرمين، وهذا كذا، ولماذا أنا ليس عندي سيارة وهذا عندي سيارة، ولماذا هذا كابتن وهذا يعني مثلا فراش مثلا. قال فمستقل ومستكثر، وفتش نفسك هل أنت سالم، فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيم، وإلا فإني لا أخالك ناجيا، لا أظنك تنجو منها. إن بعض الناس لديها اقتراحات على القضاء والقدر، ايش تصنع؟ هذا المرض دحين، المرض عندنا كثير، نسأل الله العافية، إلا من رحم الله، أنه بعض الناس يقول أنا لماذا أنا مبخوس الحق، ناقص النصيب، وكان ينبغي أن يكون كذا وكذا، ولماذا فلان له وليس لي؟ لا يسلم من هذا إلا من؟ العلاج. العلاج دراسة باب الأسماء والصفات، وتعلم تؤمن توقن أن الله حكيم عليم قدير، صح؟ أي نعم. واحد. الثاني تظن بالله ماذا؟ الحق، وتظن بنفسك السوء، تظن بنفسك السوء. نعم. وظن، أنا لا أقول هذا أنا، هذا يقوله من هو أعلم مني ومنكم، هذا ابن القيم رحمه الله يقول وظن بنفسك السوء، ظن بنفسك السوء تجدها كذاك وخيرها كالمستحيل. تقول ما فيها خير، أنت ما فيك خير، مفهوم؟ تقول أنا ظالم، ظالم أو لا شيء، ها؟ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من، تقول أنا ظالم مخطئ مقصر مفرط، وظن بنفسك السوء تجدها كذاك وخيرها كالمستحيل. يقول نفسك ما فيها خير وخيرها كالمستحيل. وقل يا نفس مأوى كل سوء،
وقل يا نفس مأوى كل سوء، أترجو الخير من ميت بخيل؟ لا، ما ترجو الخير من ميت بخيل. كل ما بها، يقول هو رحمه الله، كل ما بها من تقوى وصلاح واستقامة وهداية فتلك مواهب الرب الجليل. مفهوم؟ المرض مستقل ومستكثر، أنا ينبغي، ولماذا أنا كذا وفلان والمفتي وأنا لست المفتي وكذا. وفتش نفسك هل أنت سالم. المرض، العلاج، دراسة باب الأسماء والصفات، تستغفر، تتوب إلى الله، تظن بالله حق وتظن بنفسك السوء. صعب هذا الشر، وظن بنفسك السوء تجدها كذاك وخيرها كالمستحيل. نعم. وعلى الذين اعلم ان الله قد سبق علمه في كل كائن من خلقه فقدر ذلك تقديرا محكما محكما بحكمه وعلم. نعم. ليس فيه ناقل ولا معقل. نعم. ولا مزيل ولا مغير. لا احد يغير ولا يزيل ما كتب الله سبحانه وتعالى. ولا ناقص ولا زائد من خلقه في سماواته وارضه، وذلك بعقل الايمان ووصول المعرفه والاعتراف بتوحيد الله تعالى وربوبيته، كما قال تعالى في كتابه: وخلق كل شيء وقدره تقديرا، وقال تعالى: وكان الله قدرا مقدورا. فويل لمن صار لله تعالى في القدر خصيما. هذا هو اللي قلنا، مستقل ومستكثر. نعم. قلب سقيم، نسأل العافية والسلام. نعم. مريض. المرض يا إخوان على قسمين، فيطمع الذي في قلبه مرض، وقال وإن كنتم مرضى. هنا مرض وهنا مرض. عندنا المرض إما مرض أمراض حسية أو أمراض معنوية. وأخطر المرض فيطمع الذي في قلبه مرض، شبهات شهوات، هذا مرضين. الشبهات بدعة وشرك، شرك أكبر أصغر، والشهوات صغائر وكبائر، هذا المرضين، نسأل العافية والسلام. نعم. وأخطر للنظر فيه قلبا سقيما، لقد التمس بوهمه في بحث الغيب سرا كثيما. سر هذا لا يمكن أن تتدخل فيه. نعم. وعاد لما قال فيه أنفاكا كثيما، نسأل العافية والسلام. نعم.